احيانا الانسان بيعدي فترات بيحس ان هو عايش في وحده، حتى لو كان حواليه ناس بيحبوه بيحبوهم، حتى لو مثلا معظم الناس اللي بيحبوه بيسالوا عليه دايما، برضو عنده الاحساس بالوحده. لكن الاحساس ده بسبب طاقه هي اللي املاكه في خلال الفتره دي، مش حقيقه. حتى لو فعلا الناس بعيده عنك، لكن من جواهم بيسالوا عليك وبيحبوك، وده اللي انت لازم تحس بيه ولازم تفهمه، لان الطاقة دي هتتغير معاكم من بكرة ان شاء الله، من يوم 9 اكتوبر يا مواليد برج الاسد، هتتغير الطاقات دي وهتبقى فيه طاقات جميلة جدا جدا جدا. ابشروا بالخير وان شاء الله هتجدوها. برج الاسد، قبل ما نتكلم على اهم التحركات والتوقعات اللي هتبقى متواجدة معاكم في الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر تحديدا من يوم 8 ليوم 14 اكتوبر، هطلب منكم طلب بسيط. الطلب ده هيبقى ما هو الا اشتراك، شير، لايك، تفعيل جرس، اختار اي حاجة من الاربعة، اي حاجة منهم هتدعمنا اللي احنا نوصل ونتواصل، وان شاء الله يصل لكم مننا كل جديد. برج الاسد، ننتقل سريعا ونتكلم على اهم التحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال الاسبوع ده من يوم 8 ليوم 14. مبدئيا من يوم 9 و10 القمر هيبقى في بيتكم، في البيت الاول. طبعا خير ان شاء الله هيبقى فيه خير مهم جدا هنتكلم عليه ايضا. بعد كده هينتقل القمر للبيت الثاني، وطبعا على طول هيروح للبيت الثالث. هنتكلم على التحرك اللي بعد كده ايضا، هيبقى كوكب الزهرة هيبقى متواجد معاكم في البيت الثاني، وهنتكلم ايضا على اخر تحرك هو خسوف القمر الجديد اللي هيبقى متواجد ايضا في البيت الثالث. الطاقات اللي هتبقى موجودة معاكم يا برج الاسد، يعني ان شاء الله فيها خير مهم جدا، خير جميل جدا. مبدئيا هنتكلم، نرجع لاول نقطة وهي الوحدة. فكرة الوحدة اللي يوم قبلك الفترات السابقة هتبدأ تتغير من يوم 9 في الشهر، تلاقي نفسك بدأت تنفتح اكتر لعلاقات جديدة، هتبقى في شبكات تانية للتواصل اجتماعية هتبدأ تنشأ حواليك، انت هتتطور اختيارات جميلة، هتلاقي نفسك الحياة بدأت تمشي تاني مع علاقاتك، في علاقات جديدة هتبدأ تظهر على الساحة، العلاقات دي انت هتحاول ان انت تكمل فيها لان شايف فيها راحة نفسية او الراحة اللي انت دايما بتدور عليها في الشخصيات اللي كن مكرمين ليك. يعني ممكن يكون تزامنا ان في خلال ايضا الفترة دي هيكون معاك انفتاح بالنسبة لعلاقات جديدة، هيقابلك ايضا ان في خلال الفترة دي تتوقع ان في ازمات تبدأ تظهر معك وبين بعض الاخوة او اقارب او بالاخص الجيران. في بعض من الناس المقربين ليك في من حولك، نتكلم على النطاق المحيط من حولك، ممكن يظهر بعض الازمات. الازمات دي هتبقى عندك تبديد علاقات، لان زي ما احنا قلنا في الفتره هيبقى فيها انفتاحيه جميله، اللي انت تعرف ناس جديده، هيقابلك في نفس الفتره ازمات مع الناس اللي انت تعرفهم اساسا او مقربين ليك، زي ما احنا قلنا بالاخص اخوات او اقارب او الجيران. التحول ده هيحصل هيبقى في مصلحتك، لان هتقابل ناس وعلاقات هتساعدك، هتلاقي نفسك تلاقيت نفسك مع الناس التانية او العلاقات اللي هتبدأ معاكم جديدة. لكن فقط تحذير بسيط، ان اتأكد ان العلاقات اللي انت هتقابلك فيها، ممكن في خلال العلاقات الجديدة اللي هتقابلك هتلاقي في ناس بيحاولوا يعني يتكوا على نقطة معينة معاك فيها عشان تتكلم فيها، ولكن غرضهم غرض مش شريف، فاحذر من الناس دي، بالاخص ان النقطة اللي هيتكلموا معاك فيها هيبقى انت من جواك عايز تتكلم عنها، فاحذر ان انت تتكلم عن الحته دي، هتتكلم مع الناس صحيحه، مش عايزين يستخدموها عشان في حاجه او في موضوع تاني مستخبي ورا اسئلتهم او كلامهم او فتح العلاقه معاكم. ده تحذير مهم، حتى لو العلاقات اللي قدامك هتبقى فيه علاقات جميله جدا ان شاء الله عليكم يا مواليد برج الاسد. في خلال الفتره ايضا، او بمعنى صح في الاسبوع الاخير بالاخص، في فكره سفر، في سفريه هتظهر لك في خلال الفتره. يعني انا انصحك ان انت حتى لو شايف ان المود مش جاي على السفريه، ما تاخدش قرارك حاليا، بالاخص لو موعد السفريه ده مثلا قدامه فتره، مثلا شهر ولا اتنين او حاجه زي كده، ما تاخدش قرارك دلوقتي. ممكن دلوقتي المود العام ليك انت مش طالبه معاك فكره السفر، لكن ممكن بعد اسبوعين الفكره تعجبك، فعشان كده ما تاخدش قرارك حاليا في الفتره دي لو موضوع السفر ظهر معاكم بالاخص في نهايه الاسبوع. هنتكلم على اهم نقطه انت هتبقى محتاج انك تعرفها، وهي اختيارك. ثق في اختيارك في الفترة دي 100%. لو في قرار انت بتفكر تاخده او اختيار بتفكر تختار فيه، توقع وتأكد ان اختيارك هيبقى 100% صح. كل التحركات بتدعم اختيارك، اي اختيار هتطلع منك في الفترة، اي قرار
كل التحركات بتدعم اختيارك، لذلك ثق في حدسك في الفتره. يا مريض برج الاسد فتره خير، فما تخليش حاجه توقفك، فتره خير بامر الله. في عند البعض يظهر عندهم ان هم يعني حابين فكره الشراكات طويله الاجل. الشراكات طويله الاجل مثلا في العمل، انت مثلا بتفكر ان انت تمضي مع شركه مثلا او مع في عقد فيه مثلا سنين، يعني مثلا مش عقد بسنه ولا اتنين، لا ب10 سنين او 15 سنه. دي معنى الشركات طويله الاجل او شراكه مع شخص لمده زمنيه طويله. وعند البعض يكون الشراكه الاجليه دي الشراكه ممكن تكون زواج، ممكن تكون جواز. لذلك متوقع ان في خلال الفتره ايضا في علاقات جديده، يعني علاقات كثيره جدا، في ان شاء الله فيهم حالات جواز في خلال الفتره او زواج في خلال الفتره ديت، هتبقى جميله جدا. او معنى صح اللي انت ايجاد شريك حياه او ايجاد علاقه، هتبقى علاقه للزمن. متوقع ان شاء الله تبقى خير عليكم بالنسبه للعلاقات، ايا كانت شراكات ماليه او شراكات عاطفيه. ان شاء الله تبقى خير، اختياركم هيبقى صح، كل الحاجات هتدعمكم. اختاروا ان شاء الله، توكلوا على الله وان شاء الله هتبقى قرارات خير. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انت هتبص لها بصه، اللي انت هتفكر بعقلك بالاخص في العاطفه. يعني ايه؟ يعني انت لما تختار الشريك هتبص للامان والاستقرار اكتر من الحب. يمكن ده الفتره عشان كده بقول لك اختيارك هيبقى صحيح، لان انت تفكر بعقلانيه، هتفكر مع الشخص دوت في العاطفه بالاخص. هتدور على مين الشخص اللي تحس معاه بالامان بالاستقرار بالطمانينه، ان هو فعلا يقدر يبقى الراجل اللي خاف عليكي او الست اللي هتبقى امنه على بيتك. دي معنى كلمه الاختيار، انت تختار فيه، تختار اختيارك صحيح 100% في خلال الفتره ديت. وزي ما احنا قلنا ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى الاختيار الاجلي، وان شاء الله هيبقى خير عليكم يوم مواليد برج الاسد. في خلال الفترة بأمر الله فترة جميلة جدا. يمكن أيضا نقطة حتى ما اتكلمناش عليها، بس متوقع إن أنت في خلال الفترة ممكن تعمل خدمة لحد معين. والخدمة دي يعني بعد ما أنت مثلا عندك الحماس اللي أنت تخدمه وتعمل خدمة وجهزت وسنتفت كل حاجة إن هو اللي أنت تعملها له، هتتلاقي إن الخدمة دي اتقبلت مش بالرفض، بس ما ينفعش تنفذها بالنسبة لهم، لأنه كان انت نفذت او عملت فكره الناس محدود الفكر. فانت يعني بالبلدي مثلا انت عملت فكره مثلا فيها طموحات وافكار جميله، بس بتقدم الافكار ديت للناس دقه قديمه، فهي ديت معنى كلمه الفكره اللي انت هتنفذها. لكن انت تبقى فخور بيها، لان فخور اللي انت بالفكره جميله جدا، لكن مش هتزعلك لان عارف ان هي ما مشيتش عشان خاطر اللي قدامك محدود الفكر او محدود الاطلاع على العالم يعني. فعشان كده بقول لكم دي ايضا حتى في تعبك بالنسبه ان انت تعمل الخدمه دي، انت اساسا مش هتزعل لا بالرفض، لان انت عارف سبب الرفض ان الشخصيه اللي قدامك يعني محدودي الفكر. مواليد برج الاسد ان شاء الله بامر الله تعالى يعني فتره جميله جدا في العلاقات، بالعلاقات الجديده وبالاخص العلاقات اللي هتبقى شراكه لمدات طويله. ان شاء الله بالنسبه للمال ايضا هتبقى فيه يعني خير جميل جدا كفتره اجماليه جميله عليكم، بالاخص بعد الفترات اللي كانت صعبه اللي عدت عليكم يا مواليد برج الاسد. لكن ان شاء الله باذن الله تعالى الاسبوع ده اسبوع خير عليكم، تفاؤلوا بالخير، ثقوا في قراراتكم، ان شاء الله هتبقى فتره جميله جدا جدا بامر الله. وصلنا للنهايه، لكن طلب تاني، احتاج منكم الدعم. يا مواليد برج الاسد لو فيديو النهارده عجب حضراتكم، احتاج منكم الدعم اللي احنا نتواصل. والفكره يا جماعه انا مش بقول لكم ادعموا خلاص، لا، الفكره ان الفيديوهات بتاعتنا لما بنعملها اللوغاريتمات بتاعه اليوتيوب يعني هي بتسرع او بتنشر الفيديو لما يتلاقي مثلا الفيديو عليه فيه لايكات او اشتراكات او كده. لذلك احنا بطلب منكم دايما ده عشان عايزين نوصل صوتنا لاقصى الناس عشان نتلاقي تقدير لتعبنا ومجهوداتنا اللي احنا بنعملها في القناه. وان شاء الله يكون الفيديو ده عجب حضراتكم، ولو عجبكم هحتاج منكم الشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.